بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرف وجودي معي معالي الوزير محمد مختار جمعة، فهو ليس فقط شخصية عربية أو إسلامية، فهو شخصية عالمية. نفتخر بوجودها بيننا كأمة عربية، لم المساهمات والمبادرات الكثير، وهو يقوم بدور كبير في الدفاع عن الإسلام الإسلام في مكانه الصحيح. فنحن أمة نتشرف بأن نحن مسلمين، نتشرف بأن نحن أمة سلام، أمة محبة، أمة تسامح. فهذا أولا. ثاني شيء، أنا كبحريني محب حتى النخبة لمصر، لا أستطيع أن أجد كلمات تعبر عن حبي وتقديري واعتزازي لجمهورية مصر العربية. مصر على مدى التاريخ هي دائما هي ظهر الأمة العربية وسند الأمة العربية كمواقف على جميع المستويات، خاصة الشعب المصري شعب ضحى الكثير للدفاع عن الأمة العربية. فإحنا كأمة عربية نكن الاحترام والتقدير والامتنان لهذا البلد العظيم، هذا البلد الذي فعلا هو منارة للتسامح، منارة للرقي، منارة للكثير من المواقف. وندخل كذلك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لما لا من مواقف شجاعة، لما لا من مواقف كبيرة. أرجعت الهيبة للأمة العربية، أوصلت رسالة لأعداء الأمة بأننا لدينا قامات وزعامات قوية تستطيع أن تأخذ القرار الذي في صالح الأمة العربية. فمصر رئيسا وشعبا لهم الكثير من المواقف تجاهنا كأمة عربية، مثل ما أسلفت لا أستطيع أن أعبر عن هذا الاحترام وهذا الحب وهذا التقدير لهذا البلد العظيم.